مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم الى هذه النشره الاخباريه المفصله من اكسترا نيوز. امر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في انشاء مجمعات للابداع التكنولوجي في مختلف المحافظات للمساهمه في اكتشاف وصقل المواهب وتطوير القدرات البشريه التي تتمتع بها مصر. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لمتابعه تنفيذ استراتيجيه الوزاره التي تهدف للمشاركه في خطه الدوله لبناء الانسان المصري واستراتيجيه التحول الى مجتمع رقمي، شدد الرئيس على ضروره الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بإيلاء الأولوية لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة. أعلنت الحكومة الروسية أنها ستقدم تمويلا سنويا لمشروع الضبع النووي يصل إلى 4 مليارات دولار بدءا من العام 2020. وقال أنطون سيلونوف نائب رئيس الوزراء وزير المالية الروسي أن موسكو قد تستخدم صندوق الثروة الوطني من أجل إنشاء محطة الضبع النووية في مصر كأحد أهم المشروعات الاستثمارية التي يتبناها الصندوق. أعلن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن عقد اجتماعات لكل محافظ مع رئيس الجمهورية لعرض التحديات التي تواجههم وجهودهم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال اجتماعه بمجلس المحافظين وجه مدبولي بتشكيل وحدة تدخل سريع بكل محافظة للتعامل مع مشاكل القمامة وإزالة المباني المخالفة والمقام على الأراضي الزراعية فورا، ومشددا على معاقبة المسؤولين المتقاعسين في هذا الأمر. أكد مدبولي أنه لا يقبل بتعطيل أي مشروع قومي بسبب البيروقراطية، مشيرا إلى أن حدوث طفرة في الاقتصاد يرتبط بالإجراءات المتبعة لتشجيع الاستثمارات. اختتم المنتدى الأول لحزب مستقبل وطن أعماله بمدينة شرم الشيخ، وفي كلمته الختامية أكد رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي على تدشين صفحة جديدة في سجل إنجازات الحزب وتاريخه لوضع قواعد وأسس ومبادئ حزبية وبرلمانية جديدة لتحقيق الأمال في مستقبل وطن يليق بمصر والمصريين. من جانبه قال وكيل مجلس النواب السيد الشريف إن المنتدى عبر عن تكاتف واصطفاف السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل القضايا الملحة التي تهم الوطن، وذلك من خلال ورش العمل والندوات التي شارك فيها عدد من القيادات الشابة. حقيقة عبرتم وبحق عن تكاتف واصطفاف لنواب الشعب مع قيادات حقيقة أنا شرفت أن جلست معها، من قيادات شابة وقيادات أصحاب خبرة من قيادات حزب مستقبل وطن، فلهم مني كل التحية والتقدير والاحترام. أيضا القائمين على العمل من جميع أبنائنا وبناتنا على هذا النظام الهائل والمحترم تقديرا منا لهم كل التقدير والاحترام. أيضا ما ضم من بعض الموضوعات كنت أتناقش ونحن في لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي بضرورة أن يكون هناك تنسيق دائم ما بين الحكومة ونواب الشعب. والآن اسمحوا لي نيابة عنكم جميعا أن أرسل الشكر والتقدير إلى دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لاستجابته السريعة بقدر الإمكان في حضور
بعض السادة الوزراء. وحول ختام فعاليات منتدى حزب مستقبل وطن تنضم إلينا دورية عاطف من شرم الشيخ. إليك دورية. بالفعل اختتمت منذ قليل فعاليات المنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن، وللمزيد أو لمعرفة المزيد من التفاصيل حول توصيات والبيان الختامي لهذا المنتدى ينضم لي المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن. برحب بك يا فندم في البداية على شاشة إكسترا نيوز. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. يعني أهلا بك، وحدثنا عن أبرز التوصيات التي خرج بها هذا المنتدى. يمكن من لحظات زي ما حضرتك قلتي اختتم المنتدى، بنتكلم عن 9 ورش عمل في اهم ملفات مصر. يمكن كل ورشة عمل كان فيها مجموعة من التوصيات. خلينا نتكلم بشكل كده عام، احنا عندنا 5 ملفات مهمة جدا فتحناها خلال المنتدى ده. يمكن ملف الامن المصري، وكان فيه نوع من انواع العرض عن ماذا يفعل الجيش المصري والشرطة المصرية والجهود المدنية في تنمية سيناء والعملية الشاملة سيناء 2018، وكانت مهم جدا التوعية للنواب والتوعية لقادات الحزب على الجهود المبذولة في سيناء، سواء الجهود الميدانية أو الجهود العسكرية. يمكن كان في ورشة عمل تخص الاقتصاد، ملفات الاستثمار وأهم التحديات. مش عايزين ندفن راسنا في الرمل زي النعامة، لا، احنا بنقول ايه أهم المشاكل اللي عندنا ولازم نعالجها ازاي بالتشريعات. يمكن كان في شكل صريح من اشكال الحوار، اتكلمنا عن التنميه المستدامه ورؤيه 2030 واللي لازم نكون حريصين على تنفيذها عشان نقدر فعلا تكون مصر في مصاف الدول المتقدمه زي ما بنتمناها. اتكلمنا كمان عن دور الجمعيات الاهليه في هذه التنميه المستدامه، ولابد من تكاتف كل ادوات المجتمع. ثم فتحنا قضيه من اهم القضايا وهي ملف الاصلاح التشريعي داخل البرلمان، وماذا ما هو المتطلب لكي يتم اصلاح فعلا التشريعات وتكون اصلاحات حقيقيه يشعر بها المواطن. يمكن في مجموعه كبيره جدا من القوانين لحتى الان رغم انها قوانين ايجابيه لكن حتى الان لم يشعر بها المواطن، وده باسباب ممكن تكون تشريعيه شويه. فبنحاول نزيل هذا اللبس وبنحاول نعمل عمليه اصلاح كامله فعلا للقوانين. يمكن في قوانين من فترات قديمه جدا ما تمش تعديلها، لا، النهارده بنقول كل الملفات يجب ان يتم فتحها، كل الملفات يجب ان تصب في مصلحه الوطن والمواطن، وده كان شعار المنتدى. يمكن اخر ملف فتحناه وهو الاجنده التشريعيه للحزب، وكان في نوع من انواع تبادل الرؤى بين النواب وافكار من خارج الصندوق، ومجموعه من استلمنا مجموعه من القوانين المقدمه من الساده النواب حيتم فحصها من خلال امانه اللجان المتخصصه، ثم يقوم الحزب بتقديمها طبقا لاهميه القوانين. وان شاء الله باذن الله باللي شفته في المنتدى ده خلال 4 ايام اعتقد انها هتبقى دوره انعقاد ناجحه جدا باذن الله رب العالمين لحزب مستقبل الوطن. بعد الختام نستطيع ان نقول ان هذا المنتدى حقق هدفه؟ طبعا هو الكمال لله وحده في البدايه، لكن اعتقد انه الهدف او جميع اهدافه قد تحققت بشكل كبير جدا. يمكن كان اهداف المنتدى ده يوم ما خططنا ليه ان يكون في نوع من انواع المنتدى النقاشي بين النواب، وده حصل. ان يكون في توعيه للساده النواب ببعض الملفات متخصصه جدا، وده حصل. وان يكون في نوع من انواع الشكل من التعامل ونوع من انواع الاثراء في تبادل الاراء والافكار بين الساده النواب، وده حصل. فاعتقد الحمد لله ان غايات المنتدى واهدافه قد تحققت بفضل الله عز وجل. هذا المنتدى ايضا جمع السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه في مكان واحد، يعني أبرز الملفات التي تم طرحها. ربما نرى إجراءات بعد ذلك من حزب الأغلبية في النواب. تكلمنا عن طبعا بشكر كل السادة الوزراء اللي شرفونا في المنتدى، بداية من السيدة الدكتورة غدا والي، ونهاية بالسيد الوزير محمد معيط اللي كان موجود معانا النهاردة. أعتقد أن أثروا المنتدى بفكر الحكومة وبخطتها القادمة. كان عندهم نوع من أنواع سعة الصد لتقبل انتقادات السادة النواب وأسئلتهم، وكان فيهم نوع من أنواع النقاش الهادف مش النقاش اللي ممكن يزعج حد. في بعض المشاكل اللي خدنا وعد بحلها، يمكن كان أهم المشاكل مشكلة تكافل وكرامة وآلية التعامل معاه في المعاشات ولا غير ذلك. ثم مشكله النهارده برضه من ضمن المشاكل مشكله القطن وتاخر صرف مستحقات الفلاحين. اعتقد ان وزير الماليه وعد بحل هذه المشكله سريعا جدا. اعتقد ان برضه ان شاء الله باذن الله في بعض المشاكل زي مشاكل مراكز الشباب، كان وزير الشباب والرياضه موجود معانا واكد على حل هذه المشاكل، واكد ان هناك خريطه، وبرضه تقبل كل اقتراحات الساده النواب ووضعها في خطه وزاره الشباب والرياضه. بشكر طبعا كل الحكومه اللي شرفتنا وكل الوزراء شرفونا، وبشكر طبعا الدعم الرئيسي للحكومه دوله رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان، لانه هو اعتقد ان هو عنده عبء تقيل جدا، واعتقد ان احنا كسلطه تشريعيه ان شاء الله هنكون موجودين معاه وهنكون خطين متوازيين لا منفصلين، وفي النهايه مصلحه الوطن قبل كل شيء. يعني اخيرا، هل هناك خطوات اخرى سنشهدها في خلال الفتره القادمه من الحزب مثل هذا المنتدى؟
لا هي دي خطوة أولى من خطوات لا نهائية زي ما أنا قلت، إن شاء الله هيكون كثير جدا من المنتديات النقاشية. يمكن المنتدى ده كان بيجمع السادة النواب كلهم نواب الحزب، لكن هيبقى في منتديات بقى مصغرة لكل نواب كل لجنة نوعية داخل مجلس النواب عشان نطلع بأفكار داخل اللجنة عشان نكون قادرين على حل أي مشاكل تواجه اللجنة. هيكون في نوع من أنواع الدعم الفني للسادة النواب في قضايا متخصصة عشان يكون عنده رؤية متكاملة، لأن بعتبر السادة النواب هم السلطة التشريعية وطبقا للدستور هم السلطة المعبرة على الناس والمعبرة عن رغباتهم، هيكون دايما لديهم رؤية كاملة حول أهم المشاكل وكيفية حلولها، والمنتديات دي هتتكرر بشكل مستمر إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا موجودين معنا في كل المنتديات. بشكرك فندم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. عودة لك مروج مرة أخرى في الاستوديو. بشكرك جزيل شكر دوري عاطف مراسلة اكسترا نيوز من مؤتمر مستقبل وطن في شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. أعلن دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إطلاق ميثاق عالمي للفتوى، وهو عبارة عن مدونة شاملة لأخلاقية مهنة الإفتاء مترجمة إلى عدة لغات. وقال علام إن الميثاق سيسهم في التخلص من حالة الفوضى التي أصيبت بها ساحة الإفتاء والخطاب الإسلامي عموما، ويقدم مدونة شاملة لأخلاقية مهنة الإفتاء. أبرز ما عرض في هذا المؤتمر هو أولا فقه الدولة والتركيز على قضايا الوطنية والمواطنة، والتركيز على قضايا كذلك على فكرة الدولة الوطنية، وأنه لا بد أن تحمى هذه الدولة الوطنية في ظل التحديات العديدة في الوقت الحاضر. كان هذا أول شيء مهم عرضناه في هذا المؤتمر. ثم أيضا أمر آخر يختص بالمجتمع المصري، بل وغالب المجتمعات العالمية تعنى بهذا الأمر، وهو الحماية الحقيقية للأسرة بما يثمر عن تقليل أو يعني إنهاء قضية الطلاق بصورة ما في هذه المجتمعات، والحفاظ على الأسرة وعلى الأولاد، وإيجاد الثقافة الحقيقية للأسرة التي قصدها الله سبحانه وتعالى في قولين كريمين له: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم في إطار معالجة التحديات التي تواجه الأسرة ينبغي أن تسود الثقافة الحقيقية المأخوذة من قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. كل هذا عرض. ثم أصدرنا المؤشر العالمي للفتوى، هو أول مؤشر عالمي في هذا المجال يصدر عن دار الإفتاء المصرية وعن مصر على وجه التحديد. ثم أيضا وضعنا ميثاق للفتاة للفتوى، أخذ الكثير من المناقشات، ونحن أيضا على استعداد للنقاش حوله بعد ذلك وتطويره والأخذ بيده إلى أن يقوى ويصير يعني حاكما لقضية الفتوى في العالم كله. شهدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد ووزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي توقيع بروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والأمانة العامة للصحة النفسية بشأن إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين. وقالت الدكتورة هالة زايد وإن وزارة التضامن لها دور كبير في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن التعاون مع الوزارة اليوم سيكون له أثر إيجابي. هذا وأشارت غدا والي إلى أن قضية الإدمان لا تقل أهمية عن قضية الإرهاب بالنسبة لمصر. النهاردة تجديد البروتوكول من خلال نحن بندخل خدمات في أكثر من 3 مستشفيات جداد وأقسام جديدة لرعاية أو للإدمان وخاصة المراهقين لعلاج الإدمان، سواء كان أقسام داخلية أو عيادات خارجية في مستشفيات
المعمورة في اسكندرية ومستشفى المطار في القاهرة أو نفسية المطار ومستشفى العباسية، بالإضافة أن احنا بندخل خدمة الخط الساخن في بعض المحافظات زي الغربية وسوهاج. الحقيقة أن دور وزارة الصحة مع وزارة الضمان الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كان في اشتراك في مبادرات كويسة جدا، كان أهمها الكشف على الإدمان في سائقي الأوتوبيسات المدرسية، وده يعني كان له أثر إيجابي على نقص معدلات الحوادث وإن هم يعني قدرنا نحدد المشاكل فين بالضبط ونمنع كمان حدوثها. وإذا كنا معنيين بالتصدي للفقر، فالفقر الحقيقة سببه عدم قدرة الإنسان على الإنتاج أو العمل، وده سببه إنه صحته تعبانة أو إنه مش متعلم. فالجهد اللي بيعملوه زملائنا في وزارة التربية والتعليم وهو جهد بطولي أو في وزارة الصحة، الحقيقة من شأنه مع نهضة اقتصادية في الدولة كلها أنه إن شاء الله يكون مصر بلا عوز ويكون المصريين بلا عوز ويكون القضاء على الفقر هو المستقبل هذا الوطن. تحدي كبير قوي 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 بيواجهنا لا يقل شراسة عن ومساهم في الحقيقة الفقر وفي المرض وفي الجرائم الاجتماعية وفي الجرائم اللي عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده، العنف الأسري، الحوادث البشعة على الطرق، أنواع جديدة من الجرائم لم نكن نسمع عنها، هو موضوع الإدمان والتعاطي. شبابنا مستهدف، وأنا دايما بقول أن الإدمان في مصر قضية لا تقل أهمية عن قضية الإرهاب. انطلقت فعاليات ملتقى سانت كاترين للسلام العالمية هنا نصلي معا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الرابع على التوالي، وبدأ الملتقى بالوقوف لأداء السلام الوطني، وألقى بعدها محافظ جنوب سيناء خالد فودة كلمة رحب فيها بالمشاركين في الملتقى من الوزراء والمسؤولين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، معتبرا أن الملتقى إن دل فهو يدل على المحبة والسلام. من المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى حتى غد الجمعة، والذي سيشهد إعلان ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي. لهذه الأرض المباركة من سانت كاترين، هذه المدينة الجميلة التي تعتبر بقعة فريدة ذات طابع خاص، تلك الأرض المقدسة التي كلم الله عليها سيدنا موسى عليه السلام، والتي تعد أهم منطقة للسياحة الدينية في العالم، لوجود دير سانت كاترين وبه مسجد الحاكم بأمره، تحيطهم مجموعة من الجبال المقدسة الرائعة. إن كل هذه الإمكانيات بالمدينة تجعل المكان بيئته الفريدة يستحق منا بالفعل مزيدا من الاهتمام وتكاتف الجهود من أجل مستقبل أفضل للسياحة بمدينة سانت كاترين، تستعيد فيها الحركة السياحية نشاطها ونعود إلى سابق عهدها، وبإذن الله سوف لا نتوقف وسنعمل سويا. وللمزيد حول فعاليات ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي هنا نصلي معا، تنضم إلينا جاكلين ماهر من سانت كاترين. إليك جاكلين. مشاهدينا الكرام تحياتي لحضراتكم. انتهى للتو اولى فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لملتقى الاديان للسلام بمدينه كاترين سانت كاترين، الذي يعني نظمته محافظه جنوب سيناء بالتعاون وبالتنسيق مع وزاره الاوقاف. حضره عديد من الوزراء والوفود وايضا رجال الدين المسيحي ورجال الدين الاسلامي. يعني مشاهدين، بدات الفعاليات اليوم في تمام الساعه 5:30 بافتتاح معرض للأدوات اليدوية أو المشغولات اليدوية التي تعبر عن التراث السيناوي، وأيضا مجموعة من اللوحات الفنية التي قدمها لنا دكتور جمال مليكة مؤسس معرض ملحمة السلام، الذي يشرفنا أن يكون معنا اليوم. تحياتي يا فندم، كل عام وأنت حضرتك بألف خير. وأنت بخير. لو مشاركتك النهاردة تكلمنا عنها في هذا الملتقى الهام. طبعا ديت مشاركة مهمة جدا جدا، أنا مقيم في إيطاليا وعايش هناك بقالي سنين كتيرة، وبعتبر سفير للسلام وسفير للأمن في مصر. فالملتقى النهاردة طبعا كان حاجة شيقة جدا وحاجة مهمة بيتفرج عليها جميع أنحاء العالم، ودي رسالة أنا باخدها معايا لإيطاليا عشان أقول مصر بلد الأمن والسلام، وهنا ملتقى السلام دوت مفيش أحلى من كده، مسرح مفتوح زي ما شفت حضرتك بينه جبال في أرض مقدسة، دي حاجة نادرة جدا 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 مش هتلاقيها غير في مصر بس. لو كلمتيني عن علاقة الفن بالسلام كيف يدعم؟
الفن بالسلام، الفن ألوان والألوان محبة، محبة وبهجة وفرحة. والسلام لما مش هيجي بالألوان والبهجة والفرحة يبقى هيجي بإيه؟ فالفن مهم جدا، عامل مهم جدا لتوافق ولترابط الناس مع بعضها وحب الناس لبعضها، لأنه بيعمل هدوء نفسي وبيعمل راحة نفسية وراحة فكرية، ودي طبعا بتخلي النفوس كويسة والنفوس سليمة والناس تحب بعضها. أنواع اللوحات التي قدمت اليوم في هذا المعرض، وأيضا يعني كانت موجودة وزيرة الثقافة يعني تقييمها لهذا المعرض. طبعا المعرض دوت مهم جدا لأنه بيشمل أعمال فناني أوروبا اللي هم جم في بينال شرم الشيخ السنة اللي فاتت وعملوا الأعمال ديت في مدينة شرم الشيخ. طبعا أنا بشكر محافظ جنوب سيناء اللي هو بيدي فرصة لكل الفنانين بكل الفئات ان احنا نقدر نبدع فننا ونبدأ نظهر في صورة عالمية قدام كل الناس ان احنا فنانين بجد. فنأمل ان الدعم بتاعه دوت يفضل مستمر ويسندنا دايما، علشان دي الفرصة الوحيدة للفنانين اللي يقدروا فعلا ينهضوا بيها. لو قلت لحضرتك عن اليوم الأول من وجهة نظرك كفنان، يعني ما جسده هذا اليوم وما قدمه من رسالة؟ النهاردة طبعا يوم مهم جدا لأنه بيأدي رسالة للسلام في العالم. الأرض المقدسة الوحيدة اللي اجتمع فيها اللي احنا قاعدين فيها ديت، اجتمع فيها أحداث ثلاث أديان. طبعا ديت مش متكررة في أي حتة في العالم، ودي طبعا حاجة نادرة وحاجة مهمة. وإحنا دلوقتي واقفين على أرض مقدسة، حضرتك حاسة بالإحساس اللي أنا حاسه والنتيجة بتاعته شفناها هناك. فطبعا ديت حاجة مهمة جدا مش كل العالم يعرفها. فالنهاردة مؤتمر السلام في سانتا كاترين بيوصل رسالة للعالم ان مصر أرض مقدسة ومصر ملتقى الأديان. على المسرح كان في بعض الأناشيد أو التراتيل يعني للديانة المسيحية وأيضا ابتهالات إسلامية، أيضا أنت جسدت هذه التراتيل من خلال رسمة كانت على المسرح، لو تقول لنا إيه هي كانت طبيعة هذه الرسمة؟ كانت طبيعة جميلة قوي، لأن أنا في العادة بأرسم بتلقائية وما بعملش الموضوع، يعني هو الموضوع عامة اللي هو السلام، وإنما هرسم إيه بالظبط وأعمل إيه لأ. فطبعا وجود الفرق ديت والألحان الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية ادتني شعور طيب وشعور حلو، ونتج عنها إبداع. أنا حسيت إن أنا في حالة غير طبيعية، ودي حاجة طبعا جميلة جدا. نأمل وأمل أنها تتكرر، وعلى فكرة هي أول مرة تحصل في مصر أن يشترك فنان تشكيلي بجدارية كبيرة كده 5 متر مع فرق موسيقية، وفي نفس الوقت هم يخلصوا العمل الفني بتاعهم والفنان يخلص العمل بتاعه. أنا بشكر حضرتك دكتور جمال مليكة مؤسس معرض ملحمة السلام، شكرا جزيلا ليك. حضرتك شكرا لحضرتك مروش. كان هذا هو لقاؤنا ومستمرون معكم في تغطية باقي الفعاليات التي تبدأ من صباح اليوم بدير سانت كاترين، ننقلها لكم لحظة بلحظة ونتابع معكم. شكرا جزيلا وأعود إليك. شكرا جزيلا لك جاكلين ماهر، مراسلتنا من سانت كاترين حيث ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي هنا نصلي معا. شكرا جزيلا لك. أكد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أن هناك تكليفا رئاسيا بضرورة عمل امتحان إلكتروني موحد وتعميمه على كل الجامعات بداية من العام القادم بالاتفاق مع الشركات المتخصصة. وخلال ترأسه الاجتماع المجلس الأعلى للجامعات وجه بضرورة توخي الحذر عند إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج لضمان الحفاظ على صورتها بالخارج، مشددا على مشاركة المستشفيات الجامعية في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس. وخلال الاجتماع الذي عقد بجامعة الإسكندرية تمت الموافقة على إنشاء كليات الحاسبات والمعلومات واللغات والترجمة بأكاديمية السادات والعلاج الطبيعي بجامعة بنها. كما قرر المجلس إجراء الانتخابات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول وفقا للائحة الانتخابية الطلابية.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح القوات الروسية في استعادة 95% من أراضي سوريا ومنع انهيار الدولة. وأشار بوتين إلى أن موسكو حققت الأهداف التي وضعتها أمامها عندما بدأت العملية العسكرية في العام 2015. هل سيكون هناك ضحايا؟ فقلت نعم، لكن علينا اتقاء التطور الأسوأ للأحداث، وهو صوملة تلك الأراضي وانهيار الدولة وتشرب هذه الأراضي بالإرهابيين في سوريا ودول الجوار وفي روسيا والبلدان التي لدينا اتفاقات بالتنقل دون تأشيرات بينها. هذا كله سيشكل خطرا كبيرا علينا، وما فعلناه كان كفيلا باتقاء هذا الخطر. فقد كبدنا الإرهابيين خسائر فادحة وقضينا على الكثيرين منهم، وبعضهم والحمد لله تركوا العمل الإرهابي وسلموا أسلحتهم وتخلوا عن المبادئ التي كانوا يعتبرونها صحيحة. كل هذا أراه في المرتبة الأولى، وثانيا حافظنا على الدولة السورية. قال الرئيس والوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن موسكو تأمل في الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار في سوريا بعد الانتخابات في البلاد. وفي شأن آخر أكد ميدفيديف أن رد بلاده على عقوبات واشنطن سيكون متنوعا، لكن التدابير العسكرية مستبعدة تماما. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد موسكو للتواصل مع أطراف صيغة أستانا والمجموعة المصغرة حول سوريا شريطة أن يكون الحوار معتمدا على الشرعية الدولية. واتهم لافروف في تصريحات صحفية الإدارة الأمريكية بمحاولة إقامة دويلة في شرق الفرات وتشكيل سلطة بديلة عن الحكومة السورية هناك. فاض الكيل بسوريا لتتعطش للمزيد من الاستقرار والتقاط الأنفاس، فإن لم يكن في ميدان الحرب فربما في ميدان السياسة. المهمة الأساسية في سوريا كما أشار إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتمثل خلال المرحلة الراهنة في تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عمليات إعادة الإعمار. ومن هنا تنطلق روسيا التي أكدت أنها ستعمل مع شركائها على وضع آليات لدفع العمل بهذين الهدفين على الأرض. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفي تصريحات صحفية أكد هو الآخر عن استعداد بلاده للتواصل مع أطراف صيغة أستانا والمجموعة المصغرة حول سوريا شريطة أن يكون هذا الحوار معتمدا على أسس الشرعية الدولية. وفي الوقت الذي باتت فيه سيطرة الجيش السوري على الأرض واضحة والاتفاق السياسي بعيد المنال، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تنحيه عن منصبه في نهاية نوفمبر لأسباب شخصية. ورغم إعلان دي ميستورا تفاؤله حول تحقيق انفراجة سياسية قريبة، إلا أنه أكد أن ما كسب الرئيس بشار الأسد وحدها لا تكفي ليبقى الحل السياسي الأهم، نظرا لأن البديل سيكون مكاسب على الأرض دون تحقيق سلام دائم. وفي إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي أوضح أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من السلطات السورية لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد. أود أن أعلم المجلس الأمن بأن حكومة سوريا دعتني إلى دمشق الأسبوع المقبل، وطبعا ذلك تابع للقاء الذي عقدناه في الجمعية العامة، وأنا سأطلعهم على ما عملناه بشأن لجنة دستورية. وأنا مستعد لو أراد المجلس لو أراد المجلس بأن أقود مشاورات مباشرة، فهي قد أظهرت بأن هناك أملا لأن يكون هناك اتفاق على القائمة الثالثة. وخلال الجلسة ذاتها شدد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على أهمية تسريع عقد أولى جلسات اللجنة الدستورية السورية، محذرا من أن تأخيرها يعني المزيد من تعقيد الواقع السياسي. اسمحوا لي في هذا الإطار أن أشدد أهمية قيام المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا
بممارسة صلاحيته والدعوة لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن كما أشار المبعوث الأممي نفسه، أخذا في الاعتبار أن قوائم اللجنة أصبحت مشكلة بالفعل. أما مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة فأعرب عن رفض بلاده للتدخلات الإيرانية في سوريا، داعيا إلى سحب ميليشياتها تمهيدا للحل السياسي. يجب أن يعي العالم أن الوقت قد حان لتغيير الواقع المحزن في سوريا، وأن يعمل المجتمع الدولي بشكل جدي وحازم من أجل المضي قدما في العملية السياسية حتى نستطيع تدارك ما يمكن تداركه. وكعادة الأزمة السورية تخرج من مرحلة حرجة لتدخل في أخرى أكثر حرجا، ليضع أمام الأطراف السورية والإقليمية والدولية مهمة سياسية تفاوضية صعبة، نجاحها قد يعيد الأمل للمواطن السوري. في لبنان قال الرئيس ميشيل عون إن تشكيل الحكومة بات قريبا جدا، وأكد خلال تصريحات صحفية أن إعلان الحكومة بات قاب قوسين أو أدنى. هذا ويواجه تشكيل الحكومة اللبنانية خلافات رغم مرور أكثر من 5 أشهر على الانتخابات البرلمانية. أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لن يحدث وسط الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، سواء عن طريق مصادرة أراضيهم أو التعامل العنيف مع التظاهرات السلمية التي يخرجون فيها للمطالبة بحقوقهم المشروعة. والحالة في فلسطين ليست حالة شاذة، فبالرغم من الأزمة الشديدة في حقوق الإنسان فإن شعبنا يتحمل ويختار عدم اللجوء إلى العنف والتظاهر بالسلام، ولكننا نشهد سياسات إسرائيل قصيرة البصر واللا إنسانية والتي تختار هي دائما العنف والعدوان ضد شعب فلسطين المدني، وتختار استعمار أراضيهم دون حسيب ولا رقيب بدعم من قرارات الأمم المتحدة التي تقطع الطريق أمام قرارات الأمم المتحدة، والتي تفرض الضغط على القيادة الفلسطينية وتذمها، والتي تسيس المساعدة الإنسانية التي يحتاجها 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني بشدة. وبعض أجزاء محاولة فرض ما يسمى بصفقة السلام هي سياسات لا تخدم غاية التغلب على هذا المأزق السياسي، بل تعمق من انعدام الثقة في وقت وصل فيه انعدام الثقة إلى أعلى وأقصى درجاته. وهذه السياسات تصدر حكما مسبقا وتقود هذه الحلول والوصول إلى حلول عادلة للقضايا الأساسية، كما تمدد من أمد النزاع ولا تضمن إلا المزيد من انعدام الاستقرار وانعدام الأمن والمعاناة. ونحن نرفض هذه السياسات رفضا باتا. توفي رئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب بالمستشفى العسكري بالرياض عن عمر ناهز 83 عاما. يذكر أن المشير سوار الذهب ولد في مدينة الأبيض بالسودان في العام 1935، وتسلم السلطة عقب انتفاضة إبريل 1985 قبل أن يسلم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.
عبرت رئيسة الوزراء البريطانية تريسا ماي وزعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين عن ثقتهم مجددا في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد. ورغم جو التفاؤل الذي ساد القمة التي انعقدت على مدار يومين في بروكسل، فإنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن كيفية حل قضية الحدود، حيث تتركز المشكلة على ما يعرف بسياسة الملاذ الأخير التي تضمن عدم العودة إلى إغلاق الحدود في جزيرة أيرلندا، وهي بؤرة توتر سابقة في التوتر الطائفي إذا لم يجري التوصل إلى علاقة تجارية مستقبلية في الوقت المحدد لذلك. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل السيد حاتم الصقلي الكاتب الصحفي. سيد حاتم، بعد التحية، انتهت قمة كان يعول على أن تحسم الأزمة الكبيرة الخاصة باختلاف الرؤى ووجهات النظر حول الجيران الأوروبيين في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أن شيئا لم يحسم. في البداية أنا لا أتفق معك فيما يتعلق بالوصف الذي أعطي للقمة قبيل انعقادها، وهي كما قلت أمل توصل إلى حل. أنا في نظري كانت القمة انطلقت أصلا في أجواء يخيم عليها عدم التوصل إلى حل. التصريحات قبل القمة كانت واضحة لزعماء الدول عند وصولهم صباح مساء يوم أمس إلى القمة، قالوا أن اتفاق الوصول الى اتفاق سيكون صعبا. هناك من تحدث اصلا على عقد قمه اخرى في شهر نوفمبر المقبل. اذا هذه هي، على كل حال لا نختلف كثيرا، الاجواء تبقى سلبيه. عدم التوصل الى اتفاق او التوصل الى اتفاق هو كان السؤال. خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، الكل يعلم انه سوف يلقي بذيل كبيره على الاتحاد الاوروبي، على مشاكل هو اصلا يتخبط فيها. قلت انه القمه اذا كان غالب عليها الشعور بانها لن تتوصل الى اتفاق، وميشيل بارني المفوض الاوروبي لشؤون البريكسيت اصلا تحدث على امكانيه تأخير موعد التوصل الاتفاق إلى سنتين ليعطي مهلة للأوروبيين وللبريطانيين من ناحية لتوصل الاتفاق وحلحلة مختلف القضايا العالقة. الكل يتحدث على قضية إيرلندا وإيرلندا الشمالية كعائق في هذا الاتفاق، لكن هناك قضايا أخرى قد تبرز خلال الأيام أو الساعات أو الأسابيع القادمة. الأمر لا يتعلق فقط بأزمة إيرلندا، وإنما القضايا تظل عالقة، قضايا تتعلق أساسا برعاية الأوروبيين في بريطانيا ورعاية البريطانيين في الاتحاد الأوروبي، كذلك اتفاق التجارة، اتفاق الحدود، الاتفاق فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، كلها قضايا ربما لم تطرح بالشكل الكافي هنا في بروكسل خلال القمة، لكني أعتقد أنها ستكون محل طرح خلال الأيام المقبلة. لكن ما هي الفائدة الأبرز إذن على ذكركم سيد حاتم، أنه هناك كثير من الملفات التي كان من المفترض أن تناقش بشكل موسع لكنها لم تطرح بالشكل الكافي، ما الاستفادة الأكبر من هذه القمة إذن وعقدها في الوقت الحالي؟ القمة كانت مبرمجة أصلا لتوصل اتفاق، لكن خلال الفترة التي سبقت القدمة، الجولات المفاوضات التي انعقدت في بروكسل آخرها يوم الأحد الماضي، لم يتصل أو لم يتوصل المفاوضون الاتفاق. تعلمين سيدتي أن القادة الأوروبيون لما يجتمعوا في بروكسل يكون هناك يستسبقهم إعدادات وتحضيرات لأخصائيين على مستوى الوزراء أو على مستوى التقنيين الذين ينظرون في الأشياء بتفاصيلها، ويتركون القادة الأوروبيين فقط النظر في الكلمة الأخيرة. إذا ما أريد أن أقوله هو أنه خلال الأسبوع الماضي كل الأمور كانت عالقة ولم يتوصل الأخصائيون إلى حل في هذا الشأن، وتركوا الأمر
أمام القادة الأوروبيين مفتوحا، وهم يعلمون جيدا أنه تقنيا لم يتم توصل إلى اتفاق. هل ستنتهي المهلة ويخرج البريطانيون من الاتحاد الأوروبي بكل شكل، أم سيخرجون باتفاق؟ هذا هو السؤال ربما الأكثر طرحا الآن في حالة خروج بريطانيا وإصرار البرلمان البريطاني على محاسبة تيريزا ماي بالموعد الذي تم تحديده للخروج من الاتحاد الأوروبي. فهنا نحن في مأزق كبير، يعني في مأزق من ناحية أنه الموعد سوف يكون خلال 200 يوم تقريبا من الآن. في حال توصل إلى اتفاق فهذا جيد، وفي حال لم يتوصل اتفاق فهذا جيدا كذلك، وسيخرج البريطانيون من الاتحاد الأوروبي، ومن هنا تفتح أبواب المشاكل وأبواب الحدود وأبواب قضايا كان يفترض أنها ولت وانتهت منذ عقود، إلا أنها ستعود للاتحاد الأوروبي. الأزمة الإيرلندية من جديد، كيف ستتعامل الإيرلنديون الشماليون مع جمهورية إيرلندا، الحدود، البضائع، إذا كان الاتحاد الأوروبي يفرض على أي عضو من الاتحاد الأوروبي مقتضيات معينة في استيراد مثلا البضائع الأمريكية، فهل بريطانيا أو فهل إيرلندا الشمالية ستلتزم بهذا؟ وإذا التزمت بهذا كيف ستراقب الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية؟ هل ستم مراقبة هذه البضائع على البحر؟ يعني هناك قضايا عديدة جدا. أنا في نظري الأمور يعني أبعد بكثير على توصل الاتفاق، لا على المستوى السياسي ولا المستوى الاجتماعي، يعني على مستوى نقطة الرعاية ولا على مستوى التجاري كذلك. وصلت الفكرة. يعني نعم، شكرا جزيلا لك سيد حاتم الصقلي الكاتب الصحفي، كنت معنا هاتفيا من بروكسل. قدم رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن دعوة إلى بابا الفاتيكان من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لزيارة بيونغ يانغ. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مون جاي إن مع بابا الفاتيكان وحضوره فعاليات قداس من أجل السلام الذي أقيم في كنيسة القديس بطرس مع كبير دبلوماسي الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يأتي هذا اللقاء في إطار جولة رئيس كوريا الجنوبية الأوروبية والتي تشمل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والدنمارك. أعلنت باكستان أنها تواصل تعقب المسلحين الذين اختطفوا 11 عنصرا من قوات حرس الحدود الإيراني. جاء ذلك في الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الإيراني جواد ظريف. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن قريشي أكد لظريف بذل قوة الأمن في إسلام أباد جهودا حثيثة لتحديد موقع الحراس الإيرانيين المفقودين، لافتا إلى التواصل الأمني بين بلاده وطهران تنسيق جهود البحث، وهذا يتضمن تعزيز المراقبة الجوية ونشر قوات في المنطقة الحدودية التي وقع بها الحادث. وقعت مصر اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل ومكافحة تحديات الهجرة في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو. وقالت وزيرة الاستثمار دكتورة سحر نصر أن الاتفاق يشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار ب 65 مليون يورو، كما يشمل إنشاء مشروعات في 15 محافظة لمكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية ب 70 مليون يورو. من جهته قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس إن الاتفاق يعزز من ثقة الدول الأوروبية في مصر ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يقود مصر للقيام بدور مهم في الشرق الأوسط.
أصدر الفريق مهام ميش رئيس هيئة قناة السويس قرارا بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى ميناء شرق بورسعيد. وقال الفريق مهام ميش إن هذا القرار سيسهم في تنشيط حركة السفن وأعمال تداول الحاويات الترانزيت بميناء شرق بورسعيد، ويشمل القرار السفن العملاقة التي تحمل ما يزيد على 100 حاوية بحد أدنى 3% وحتى 60% من الرسوم المقررة. بحث وزير القوى العاملة محمد صعفان مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية هند صبيح أوضاع الأعمال المصرية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، ذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية. كما تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع فني بين البلدين في القاهرة لسرعة تفعيل وتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين. أكد رئيس شركة مترو الأنفاق علي الفضالي الانتهاء من 85% من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة. وخلال جولته بالمحطة رفقة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة خالد صبرة، أشار الفضالي إلى أن العمل يجري على قدم وساق لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمحطة بهدف تقديم أفضل خدمة للركاب. من جهته أشار صبرة إلى أنه من المتوقع الافتتاح المحطة بنهاية العام الحالي لتصبح محطة نموذجية متطورة. قالت وكالة بلومبرج الأمريكية أن مصر تعمل على نموذج جديد لعقود إنتاج البترول والغاز الطبيعي المستقبلية في المناطق التي لم يتم تطويرها لتحفيز التنقيب والمساعدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. وأوضحت الوكالة أنه بموجب العقود الجديدة ستتحمل الشركات تكلفة الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الناتج، مشيرة إلى أن اتفاقيات الإنتاج الحالية تعطي للمستثمرين ثلث ناتج المشروع للمساعدة في تغطية تكلفة الانتاج والاستكشاف. وتقول الوكالة ان اصلاح العقود هو جزء من استراتيجية اوسع لتحرير صناعة النفط. التقى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حاكم إقليم جنوب بحر إيجا باليونان جورج تشاتس ماركوس ورئيس ومؤسس منظمة السلام والرياضة جويل بوزو على هامش مشاركته في منتدى رودس الإقليمي باليونان. بحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري واليوناني على صعيد قطاعي الشباب والرياضة وتفعيل التعاون بين البلدين لتحقيق مزيد من التواصل وتبادل الثقافات. توج منتخب مصر لكرة الصالة بالميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب بتغلبه على منتخب الأرجنتين بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة التي جمعتهما لتحديد صاحب المركز الثالث. انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن منتخب مصر نجح في قلب تأخره والعودة وتسجيل أربعة أهداف متتالية في الشوط الثاني قبل أن يقلص الأرجنتينيون النتيجة بهدف في اللحظات الأخيرة من اللقاء. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
مشاهدينا الكرام، كانت هذه كل أخبارنا للساعة، لكن دوما يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.